قد يسأل أبوه. أبي أبي أخبرني كيف جاء الناس. ولكن لما تسأل؟ طلب منا المعلم البحث عن هذا. اسمع يا بني، أول إنسان خلقه الله وآدم، وأخرجت من ضلعه حواء، وتكاثروا إلى أن أتيت أنا وأنت. حقا شكرا يا أبي. ذهب الولد مسرعا فدخل إلى المطبخ وسأل أمه نفس السؤال. انظروا ما حدث. أمي أمي أخبريني كيف جاء الناس. يا بني، الناس أصلهم قردة وتطوروا حتى أصبحوا بهذا الشكل. حقا؟ أسرع الولد إلى أبيه وقال: أبي أبي لما كذبت علي؟ أمي قالت أن البشر أصلهم قرود. حبيبي أنا كلمتك عن أهلي، أما عن أهل أمك لا أعرف عنهم شيء. شت. بدك إياها؟ خد. أخذ ورقة خاص، شيلها. مش بدك تأكل؟ يلا بالله عليك تشيلها. بسم الله. واحد وقع من عمارة 30 متر وكان مربوط بحبل، عجبته الوقعة. ثاني يوم راح لصاحبه واشترى من عنده حبل طوله 26 متر ونط من فوق السطح ووصل للأرض وتوفى. كل الناس قالت انه انتحر. لما اجت الشرطة وسألت عن اللي باعه الحبل، قال والله هو اجى عندي وطلب حبل طوله 26 متر، بس انا عشان بعزه زدت له 5 متر من عندي. بيتنا مسكون بالأشباح ورطة. أبي أبي بيتنا فيه الأشباح. اسمع، لا وجود لهذا الشيء في الواقع. لا يا أبي، أقسم لك أقسم لك أن في بيتنا أشباح. أكيد شخص ما لعب في عقلك وأقنعك بهذا، قل من هو. أبي بصراحة إنها الخادمة قالت لهذا البارحة. انصدم الأب فأخذ يد ابنه وركض به، فأوقفه الولد فقال له: لما تركض يا أبي خائفا؟ ألم تقل لي قبل قليل أن لا وجود لهذا الشيء؟ اسكت واهرب يا حمار، من متى عندنا خادمة في البيت؟ هاي. خير؟ صراحة أنا شفتك من بعيد حبيتك. هي وشو المطلوب؟ تزوجني؟ قد عمرك أنت؟ 15 سنة. ما بيمشي الحال، أنا عمري 30 سنة وبدي وحدة من جيلي. طيب في عندي فئتي عمري 15 سنة وأنا عمري 15 سنة صاروا 30، خدنا نحن التنتين. ماما راسي بوجعني، معك بنادول؟ تفضل. شكرا. بدي مي. معي مي. تفضل. ما بتخاف تنكب جوا الشنطة؟ لا حطها بالطول، مستحيل تنكب. طيب استنى، أكلت؟ لا مش لازم. لا لازم، خد كل بالأول. كم صار لها بالشنطة؟ لسه جديدة. طيب أنا بدي أروح أسخنها. استنى، ليش تعب حالك وتقوم؟ خد هاي محمصة. بتخلي معك محمصة بالشنطة؟ ليش بستغرب؟ صح، صار لي كم يوم بدور على بلوزتي الجديدة، شفتيها؟ هيها معي، كنت بغسلها. في غسالة بالشنطة؟ طيب في اشي ناقصك؟ لا بدي اروح اشتغل على اللابتوب. جبت لك اياه. استنى انا متاكد اني جبته، بس يمكن شنطتي الثانيه. ليش عندك شنطه ثانيه جوا شنطتك؟ عشان الشنطه الاولى ما فيها وسع. خد. طيب انا بدي اروح الشغل، تعال اوصلك بالشنطه.